ازاي اعرف ان الهارد اللي انا شغال عليه ام بي ار ولا جي بي تي؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بصحه كويسه واحسن حال. النهارده ان شاء الله باذن الله هنتعرف على طريقه معرفه ما اذا كانت تقسيمه الهارد اللي احنا شغالين بيه ام بي ار ولا جي بي تي، استكمالا للحلقه اللي انا كنت شرحتها قبل كده على القناه. الحلقه الاولانيه كانت بتتكلم عن مشكله التاتش في لابات لينوفو او اللابات الحديثه عموما، وكنا حليناها برضو بطريقه متعلقه بالام بي ار والجي بي تي. وكمان الحلقه اللي بعد منها لما جينا اتعرفنا على حل مشكله تنزيل ويندوز على اللابات الحديثة، او مشكلة ويندوز كانت بي انستولد تو ذيس ديسك، ذا سيلكتد ديسك از اوف ذا جي بي تي بارتيشن ستايل. كان برضو الموضوع متعلق بالام بي ار والجي بي تي. تعالوا بنا نتعرف على ما اذا كان الهارد اللي احنا شغالين به ام بي ار ولا جي بي تي، تمام، وازاي احول من ام بي ار لجي بي تي او العكس. كل ده هنشوفه في الحلقه، فتابعوا معنا الحلقه دي حتى النهايه. كل عليك فعله انك بتضغط كليك يمين على ماي كمبيوتر، وبعدين بتختار مانج، بعد كده بتختار ديسك مانجمنت. هيظهر لك الهاردات المتوصلة او المتركبة على الجهاز بتاعنا. هنبدأ نضغط رايت كليك هنا، وبعدين بنضغط على بروبرتيز الشكل اللي قدام حضرتك. بعد ما بنضغط بروبرتيز هنبدأ نضغط على الفوليوم بالشكل ده على الهارد اللي انا شغال عليه. طبعا زي ما واضح قدام حضرتك اللي هو البارتيشن ستايل ماستر بوت ريكورد او ام بي ار. وبكده نعرف نوع الهارد اللي انا شغال عليه او تقسيمه الهارد اللي انا شغال عليه ام بي ار. طيب ازاي احول بقى من ام بي ار لجي بي تي او العكس؟ كل عليك فعل انك بتحمل البرنامج ده اللي هو الميني تول بارتيشن ويزارد، وبعدين بتضغط رايت كليك على الهارد اللي انت محتاج تعرف او محتاج تحوله من ام بي ار لجي بي تي او العكس. طبعا زي ما انت شايف كونفرت ام بي ار ديسك تو جي بي تي ديسك، وبكده يبقى احنا الهارد فعلا بتاعنا ام بي ار وعايزين نحوله الى جي بي تي، تمام. طبعا لو الهارد العكس هيجي لك يقول لك convert جي بي تي ديسك تو ام بي ار ديسك، يعني باستخدام برنامج الميني تول بارتيشن ويزارد تقدر تحول من ام بي ار الى جي بي تي او العكس، وبرده من خلاله تقدر تعرف نوع التحويل من خلال الرساله دي. يعني من خلال الرساله دي عرفنا ان الهارد ام بي ار وعايزين نحوله الى جي بي تي، ولكن الطريقه الرسميه اللي انا قلت لك عليها في بدايه الفيديو. في نهايه الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الناس تشارك الفيديو مع اصدقائها حتى تعم الفائده على الجميع. لو حد عنده اي استفسار تسيبوني في تعليق اسفل الفيديو. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.